السلام عليكم، معكم يوسف القاضي فلاش اللي متعلق بكل مواعيدي. قبل ما ندخل في هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير، تابونا وراه الدعم والو، يعني ما كاينش نسبة ديال الابونمو. تابونا وبغينا نوصلوا ل 1000 ابوني باش نبقاو نديروا لي لايف، وشكرا جزيلا. نبداو في هذا الفيديو. كيف شنا دابا في لي فيديوهات السابقين، دابا غندخلوا ديك الخدمه ديالنا اللي درنا، غندخلوها في الديكوم ديالنا. بالنسبه للديكوم تراكم نتوما راه كاين حاطه في واحد الفيديو باش تفهموه. بالنسبه للخدمه اللي كنا خدمنا هو البيطون ارمي اون فونداسيون. البيطون ارمي ديال السميله، يعني السميله فيها البيطون وفيها الحديد. يعني ندير البيطون بوحدو، يعني البيطون كيكون بوحدو والحديد بوحدو والثمن ديالو بوحدو. ما عليناش، كنديروا البيطون ارمي اون فونداسيون. لا كونتيتي اللي هي بالمتر كيب، لونيتي اللي هي بالمتر كيب، ولا كونتيتي اللي خرجت لينا ديال البيطون ديال السميله اللي هي 0.59 متر كيب. بالنسبه للبري انيتير اللي انا نعمر بشحال المتر كيب ديالي، غنعمر كيفاش بشحال المتر كيب. كندير واحد التقويم، كنشوف شحال مقيومه عليا السيمه، شحال مقيومه عليا الرمله، شحال مقيوم عليا الجرافيت باش انا خدام، وكديروا شحال وكتزيدوا الرباح وداك الشيء، وكتعمروا الخانه البلاصه ديال البري انيتير اون درهم. يعني ما عليناش، عمرنا 1000 درهم للمتر كيب بالنسبه للبيطون ارمي ديال السميله. حنا عندنا غير 0.5915، كنضرب هاد 0.5915 كنضربها في 1000 درهم، كتعطيني هي 591.5 درهم. بالنسبه لو كندير لاسير ديال السميله، لاسير ديال الحديد ديالها بالكونتيتي ديالو اللي هي لينيتي ديالو اللي هي بالكيلوغرام، وكندير الكونتيتي ديال شحال خرج لينا ديال الحديد، كان خرج لينا 32.4216 كيلوغرام. كنضربو بشحال نعمر الكيلوغرام ديال الحديد، نعمر مثلا واخد وانا مثلا ب 9 دراهم، نزيد واحد 3 دراهم باش نعمرو مثلا ب 11 درهم، ولا نزيد واحد 2 دراهم ديالي ديال الربح بحال هكا 11 درهم. عمرته ب 11 درهم، كندور ندير 32.4216، كنضربها ب 11 درهم كتعطيني هي 356 درهم فاصله. كنجمع هاد التوتال، كنجمعو كنحطو في التوتال اور تراكس، كنضربو في 0.2 كيف ما شفنا ديال تي فيا، كنحط الريزلت هنايا، وكنجمع توتال اور تراكس زائد تي فيا وكنحطو، كيعطيني هو التوتال تي تي سي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، تابونوا معنا في لاشين. كنحاولوا ندير لكم لي فيديو قصار ولكن القيمه ديالهم كبيره كبيره بزاف. تابونوا معنا في لاشين، الله يجازيكم بخير، ودعمونا دعمونا بالبارطاج، بارطاجيو في كاع لي جروب، بارطاجيو معايا، عاونوني بالبارطاج، عاونوني بالبارطاج في لي جروب، في اي حاجه، وشكرا جزيلا.